قالت حكومة مملكة البحرين إن مجلس التنمية الاقتصادية قام بفتح 14 مكتباً تابعاً له في العديد من البلدان العربية والأجنبية، ومن بينها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا والهند والصين واليابان وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأكدت الحكومة في رسالة رداً على مقترح نيابي بفتح ملحقيات تجارية في سفارات المملكة في الخارج إن تلك المكاتب التابعة لمجلس التنمية الاقتصادية تقوم بدورها بالتنسيق مع سفارات المملكة في إقامة الفعاليات الترويجية والتسويق للمشاريع الواعدة والفرص الاستثمارية في المملكة. وقد تمكن مجلس التنمية الاقتصادية في عام 2016 من خلال مكاتبه الدولية من استقطاب 40 شركة إقليمية وعالمية تستثمر في المملكة ما قيمته 106 ملايين دينار. ومن المحتمل أن توفر هذه الشركات 1647 فرصة عمل في سوق المملكة خلال السنوات القادمة. يشهد سوق دبي المالي في قطاع الشركات الأجنبية اليوم انطلاق التداول على أسهم المصرف الخليجي التجاري البحريني في أول إدراج مزدوج بالسوق خلال العام الجاري، بعد أن تم إدراج الوطنية الدولية القابضة في نوفمبر 2016. يشار إلى أن المصرف الخليجي تأسس عام 2004 في البحرين ويبلغ رأس ماله 300 مليون دينار بحريني، ولن تزيد نسبة الأسهم المدرجة في سوق دبي عن 10%، ولن يسمح بالمساهمين الذين يمتلكون أكثر من 5% بالمصرف بالتداول في سوق دبي المالي. يذكر أن مجموعة بيت التمويل الكويتي GFH أكبر المساهمين في المصرف الخليجي بحصة 47%، فيما يساهم بنك الإمارات الإسلامي بنحو 8.5%. والآن نتوقف مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل المؤشر العام في المنطقة الخضراء بارتفاع نسبته 0.26% عند مستوى 1268 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 6,597,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 819,000 دينار تم تنفيذها من خلال 81 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 82% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. ونتابع الآن مع إغلاقات البورصات الخليجية، ونبدأ بالسوق المالية السعودية والتي أغلقت عند مستوى 7199 نقطة كما هو موضح على الشاشة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.11%. وبالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6420 نقطة بارتفاع تجاوز النصف نقطة مئوية. أما بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4367 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.69%.